بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا. الاهلي مهكر افريقيا كلها يا جماعه، من شمالها لجنوبها. الاسبوع اللي فات سان داونز، والنهارده نهضة بركان، اخذناه في قطر واخذنا كاس السوبر اللي غايب من النادي عن النادي الاهلي بقاله 7 سنين. ده بيفكرني بسؤال الصحفي في ماتش، كان في ماتش الاهلي في الدوري من كام يوم، اسبوع ولا 10 ايام، وبيقولوا يا كابتن الاداء فين، وايام فارا كان الاهلي بيكسب ثلاثات واربعات ومش عارف ايه. قالوا انا بحقق المطلوب ولا ما حققش المطلوب. لحد دلوقتي الحمد لله وما شاء الله موسمين، البطوله اللي بيخشها بيحفها ما بيفوتش بطوله، اي بطوله بيخشها بياخدها. يمكن لنا بعض الملاحظات على المتعه بتاع الاداء، ولكن المتعه مش كل حاجه، اهم حاجه الانتصار. بس النهارده ايه، حاجه جميله، حاجه روعه، يعني لو بعيد عن اللقاء، يعني مش هنتكلم في اللقاء، اللقاء حصل اللي حصل، والاهلي خد البطوله بجونين ولا اروع، خصوصا الجون الاولاني جون عالمي. شفت الجمال بقى والحلاوه، واللعيبه بتستلم الميداليات وما بيدوا رئيس النادي الميداليات بتاعتهم. شفت الحب، في ناس هنا بتخطف الكاس من اللعيبه عشان يتباهى ان هو رئيس النادي وان هو اللي جاب الكاس. مش انت اللي بتجيب الكاس، المنظومه كلها بتجيب الكاس، لعبتها بادارتها بجماهيرها بكل حاجه. الرياضه اخلاق ومبادئ، والنهارده شفنا القيم والمبادئ وانكار الذات في اعز صورها. اللعيبه بتدخل على التيشيرت الميداليات بتاعتها وتديها للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، اللي هو بيشرف كل المصريين، رئيس الاخلاق، رئيس المبادئ، رئيس القيم، راجل بمعنى الكلمه. مسمع له الصوت بيعمل في صمت، بيعمل من اجل خدمه الكيان. طب شفت الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد ماتش سان داونز وهو بيقول للعيبه نفرح النهارده يا جماعه، ومن بكره نركز عشان قدامنا بطوله تانية في جماهير تانية. انا لا اقصد الزمالك، والله لا اقصد الزمالك اطلاقا، لكن في جماهير تانية، ومعظم الانديه بيكسب البطوله يقعد 3 4 شهور ولا سنه ولا سنتين عايش في الوهم ان هو خد بطوله. الكوره مش كده، بتاخد بطوله بتفرح، بتبص على اللي بعدها، تاخد بطوله تفرح بص على بعدها، مش تعيش على الوهم. يعني فرحه 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 ما بعدها فرحه للاهلاويه والمصريين عموما، يعني الغير متعصبين. الاهلي يا جماعه مهكر افريقيا كلها. بس لو جيت اتكلم بس على الماتش بتاع النهارده او فريق نهضه بركان، احب اقول ان نهضه بركان ده زيه زي اي فريق عندنا في الدوري، يعني مش الفريق اللي هو الواو. يعني اوكي صحيح كسب بيراميدز وخد الكونفدراليه، ولكن ده ما بيقولش ان هو فريق واو يعني او فريق جامد. المغرب الشقيق اقوى فرقتين فيهم الرجاء المغربي والوداد المغربي، واللي ما سمعش عن الديرب بتاعهم يخش على النت ويكتب ديرب الرجاء والوداد وهو يشوف الناس دي بتعمل ايه. فرقتين جامدين وجماهيرهم زي جماهير النادي الاهلي والزمالك بالظبط. اتمنى الحلقه قصيره، لكن اتمنى انها تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقات قريبه تانية ان شاء الله. الشير واللايك مهم جدا يا جماعه، والسبسكرايبات، صحابكم، كل قرايبكم، كله يشترك. خلينا نكمل ال1000، احنا بقينا دلوقتي دخلنا على 380. شكرا والى اللقاء.